تاليانز بليز. يلا حبايبنا شباب. يلا شد الحال ابو هاني شهبندر التجار. Next, please. Thank you. Next. Thank you. Next. Next, please. Next, please. Next, please. اللي بعده حبايبنا. Next. We'll be right back.
Next, please. Thank you. حبايبنا العارضين. Please, handlers. This was the last for movement. يلا حبايبنا. يلا حبايبنا العارضين. يلا حبايبنا next please شباب العارضين. next يلا حبايبي.
لنخبة الفحول للخيول العربية المصرية بهذه الندية وهذه المنافسة الشرسة والقوية على هذا المستوى الرائع. Very nice collection of stallions at the championship at the Palestinian Egyptian event 2023 here at the Holy Land Center Jericho. This program is offered by
ندعو لتتويج هذا الشوط بطولة الفحول الأخ يحيى أبو حمد أو زكريا. والأخ رزق السوري مربط النور. يا أبو حمد برسوس تفضل لتتويج شوط بطولة الفحول. الأخ رزق السوري مربط النور تفضلوا رجاء لتتويج بطولة الفحول في بطولة فلسطين للخيول العربية المصرية. حبيبنا بطلب من الدي سي بكرة قبل بداية البطولة يعني 8:45 العارضين رجاء الجميع يتواجدوا لسماع بعض التعليمات من الدي سي والرينج ماستر للعارضين قبل بداية البطولة 8:45 إن شاء الله. The top five for the championship for the stallion at the Egyptian event Palestine 2023. The fifth place with the tie, but better with the total score on the class. بالمرتبة الخامسة بتعادل العلامات ولكن بأفضلية العلامات بالشوط حل الحصان رقم 72 فارس اف جي. فارس اف جي بدفاع الأكرمي والأم استبرق المربي والمالك فايق غزاوني الرام. The top five. Fifth place goes to Stallion number 72, Faris FG, by Akram AA out of Istabrak, the breed and the owner. Faik Ghazouni Aram, Mabruk, Alf Alf Mabruk. Mabruk Alf Mabruk, Ustaz Faik Ghazouni, Faris FG. وفي المرتبة الرابعة, fourth place. على الحصان رقم 69 بيج مالك. بيج مالك من الفاعل الأمير الهجرة والأم أر بي مليكة المربي عرسان كيلاني والمالك من الناصرة. The fourth place goes to stallion number 69 بيج مالك by أمير الهجرة out of مليكة أر بي مليكة the breeder. دكتور صبحي حكروشة ذا اونر عرسان كيلاني نظرث الف الف مبروك. حبيبنا المضوع تلفون ايفون ابيض موجود على المنصة, تلفون ايفون ابيض موجود على المنصة. And the bronze champion stallion البطل البرونزي لبطولة فلسطين المصرية. The bronze champion stallion Palestine Egyptian event 2003 stallion number على الحصان رقم 64 حسان الواب. حسان الواب بدفاع البراق العليا والأم سلمى الواب المربي الواعب السعد المالك حاتم دانيال عطلة يركا الحسن استاد عصام عبلين الف الف مبروك. The bronze stallion champion حسان الواعب باي براق العالية out of سلمى الواعب the breeder الواعب استاد and the owner حاتم دانيال عطلة يركا الحسن استاد عبلين مبروك ألف ألف مبروك.
واحد حبيبنا واحد وين رايحين؟ واحد السبب واحد The Silver Champion Stallion البطل الفضي The Silver Champion Stallion The Silver Medal Palestine Egyptian Event 2023 بطولة فلسطين الخيول العربية المصرية The Silver Medal صاحب الميدالية الفضية الحصان رقم وخمسين زين الدين شاهين زين الدين شاهين ابن الفاعل شاهين ايه والام غاليه ايه ايه المربي والمالك والسامح جيرات بير المكسور مبروك الف مبروك ابو احمد الله الله وسام يا وسام مبروك للحجيرات بير المكسور مبروك وسام حجيرات مبروك ابو احمد مبروك الف مبروك The Silver Champion Stallion goes to Stallion number 59 Zain Aldin Shaheen Zain Aldin Shaheen by Shaheen A out of Ghalia AA The breeder, the owner Wissam Hjirat Bir Al Maksur Alf Alf Mabruk Mabruk Abu Ahmed Alf Alf Mabruk and the gold الذهب 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 gold ذهب is gold and the gold goes to stallion number الفحل رقم 66 سيف الفوارس سيف الفوارس the gold شامخ stallion by شامخ الدنات out of مصوفة الحلا The breeder, Ashraf Burmeli, Al-Tamim Stad, the owner, Al-Tamim Stad and Al-Hassan Stad, Issam Idris, Marbat Al-Hassan, Mahmoud, Ya Mahmoud, Mahmoud Al-Khatib, Taisha Mahmoud, Alf Alf Mabrouk, Mujahid Hamad, ألف ألف مبروك مبروك حبيبنا أشرف أبو رميلي مبروك الحسن السادة مبروك محمود خطيب انتبهوا حبيبنا انتبهوا مبروك وسام حجيرات أبو أحمد بيضة يا أبو أحمد بيضة ألف ألف مبروك زين الدين شاهين البطل الفضي مبروك للحجيرات مبروك أبو أحمد مبروك مربط الرباط مجاهد ابو رميلي عماد دعنا مهند ابو حماد مهند قنيبي مالك المربط مربط الرباط مبروك مهند ابو قنيب حبيبنا تلفون ايفون ابل ابيض تلفون ايفون ابل ابيض صاحب التلفون يجي ياخده تلفون ايفون ابيض على